علم الدين الضروري. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أحبابي، نعتقد في الأنبياء أن كل واحد منهم صادق، فلا يوجد بينهم كذاب، كلهم أمناء، لا يوجد نبي خائن، كلهم فطناء، لا يوجد نبي غبي ولا بليد الذهن. يعني نقول بعبارة أخرى، يستحيل على الأنبياء الكذب، ما بيحصل من الأنبياء كذب، ويستحيل عليهم الخيانة ضد الأمانة، لا يحصل من نبي خيانة لا في القول ولا في الفعل ولا في الحال. وكذلك الرذالة، لا يكون نبي رذيلا كالذي والعياذ بالله يقع في الزنا أو في مقدمات الزنا. وكذلك السفاهة، لا يوجد نبي سفيه، كلهم حكماء، لا يوجد نبي يشتم شمالا ويمينا ولا يضبط لسانه، هذا لا يحصل. وكلهم صلى الله عليه وسلم شجعان، فلا يوجد نبي جبان، كلهم عصمهم الله تعالى، أي حفظهم مما ينفر عن قبول الدعوة منهم. يعني لا يوجد في نبي صفة تعزلهم عن الناس، كلهم عليهم السلام معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها. لا يوجد نبي كافر عبد غير الله أو شك في الله، كلهم معصومون من الكبائر، يعني كالزنا وقتل النفس بغير حق ونحو ذلك، ومعصومون من الصغائر التي فيها خسة ودناءة. لا يوجد نبي يحصل منه شيء فيه دناءة. فالأنبياء عليهم السلام عصموا من الكبائر والكفر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها صلوات الله عليهم أجمعين.